السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا درس محمد علي واليا على مصر. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان الحملة الفرنسية لما كانت موجودة في مصر، تمام، كان من نتائجها ان هي ايقظت الوعي القومي عند المصريين، ولكن بعد رحيل الحملة بعد رحيلها بدأ هناك صراع على الحكم بين ثلاث قوى. في ثلاث قوى كانت عايزة ترجع حكم مصر ليها. مين بقى القوى دول؟ ها، العثمانيين، المماليك، والإنجليز. التلاتة حصل بينهم صراع عشان كل واحد فيهم عايز ينفرد بحكم مصر. العثمانيين قالوا ان هم اصحاب الحق الشرعي لان مصر ولاية عثمانية. المماليك قالوا ان هم عايزين ينفردوا بحكم مصر، قالوا لاعتقادهم ان هم تصدوا للحملة الفرنسية في معركتين، شبرخيت ومبابة، تمام. ها، ولكن حصل صراع بين المماليك كالعادة ادى الى عدم وصولهم للحكم. بعد كده الانجليز طبعا كانوا طمعانين في حكم مصر، لان قلت لك من نتائج الحملة ان هي لفتت انظار الدول الاوروبية الى اهمية موقع مصر وخاصة انجلترا. فانجلترا كانت طمعانة ان هي تحتل مصر علشان تأمن طرق مواصلاتها في الهند. ولكن التلات قوى دول، الثلاث قوى دول، نسم خالص او تناسم قوة الشعب المصري الذي ظهر عنده الوعي القومي، وفكرهم ان هم لازم يختاروا مين هو اللي هيحكمهم. فبدأ الاختيار على محمد علي، اصبح هو الوالي على مصر. المصريين طبعا بعد الصراع بين الثلاث قوى دول رجعت مصر ولاية عثمانية، رجعت مصر ولاية عثمانية، ولكن الولاة العثمانيين عجزوا عن دفع رواتب الجنود وأرهقوا المصريين بالضرائب. الأمر اللي جعل المصريين يقوموا بثورة عام 1804، تمام. يبقى بعد رحيل الحملة الفرنسية عادت مصر ولاية عثمانية، ولكن الولاة كانوا ضعاف، وحصل ان هم فشلوا ان هم يدفعوا رواتب الجنود، فبدأوا يفرضوا ضرائب على المصريين، فالمصريين اتضايقوا منهم جدا، ففرضوا عليه، فقاموا بثورات عديدة، تمام. اجتمع زعماء الشعب والعلماء في مكان اسمه دار المحكمة، وقرروا عزل الوالي العثماني خورشيد باشا وتعيين محمد علي. يبقى الزعماء الشعبيين قعدوا في مكان اسمه دار المحكمة يوم 13 مايو 1805 وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر. محمد علي توجه إليه عمر مكرم ومعه عبد الله الشرقاوي، وطلبوا منه ان هو يكون الوالي على مصر، بس بشرط ان هو ما ياخدش اي قرار الا بالرجوع الى الزعامة الشعبية، تمام. السلطان العثماني في الاول قال لهم لا، ما فيش داعي نختار محمد علي، ممكن اجيب لكم اي والي تاني، ولكن اصر الشعب والعلماء على محمد علي. ففي النهاية اضطر السلطان العثماني على تعيين محمد علي واليا على مصر بضغط من مين؟ من الشعب والزعامة الشعبية. اصبح محمد علي واليا على مصر، ولكن بشروط الزعامة الشعبية، يعني محمد علي ما يعملش اي حاجة الا بموافقتهم، تمام. طيب عندي الصعوبات اللي واجهت محمد علي لما اصبح والي على مصر. ايه الصعوبات ديت؟ اول حاجة طبعا انجلترا مش هتسكت، فبعتت حملة بقيادة فريزر اسمها حملة فريزر 1807. ارسلت انجلترا حملة بقيادة فريزر ونزلت مدينة الاسكندرية واستولت عليها، واتجهت نحو رشيد، ولكن اهالي رشيد تصدوا للحملة الفرنسية، للحملة الانجليزية، و اجبروها ان هي لازم تنسحب. اهل رشيد اتعلموهم درس قوي جدا جدا جدا، كان من نتائجها فشلت حملة فريزر بسبب مقاومة اهالي رشيد والحماد وجلاء الانجليز عن مدينة الاسكندرية. يبقى فشلت حملة فريزر ولا نجحت؟ لا، فشلت بسبب مقاومة اهالي رشيد والحماد. طيب تاني مشكلة واجهت محمد علي الزعامة الشعبية. اتفقت معاك وقلت لك ان الزعامة الشعبية قالت لمحمد علي ايه؟ انت مش هتاخد اي قرار الا بالرجوع لينا، تمام.
فمحمد علي طبعا حاسس ان هو كل ما ياخد قرار لازم الزعامة الشعبية توافق عليه، فبدأ محمد علي يتخلص من الزعامة الشعبية، فنفى عمر مكرم إلى دمياط، نفى عمر مكرم إلى دمياط، وعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي من منصبه. تمام؟ يبقى محمد علي تخلص من الزعامة بالشعبية إما بالنفي خارج البلاد زي عمر مكرم نفاه إلى دمياط، وتخلص من عبد الله الشرقاوي من إن هو يعزله من المناصب اللي هو كان فيه. تمام؟ تالت حاجة محمد علي عشان كانت بتواجهه كانت المماليك. محمد علي دبر مذبحة اسمها مذبحة القلعة. محمد علي دبر مذبحة اسمها مذبحة القلعة لكي يتخلص من المماليك. دعاهم ان هما هيعمل حفلة في القلعة علشان ابنه كان اسمه توسن رايح بحملة عسكرية الى الحجاز. الى الايه؟ الحجاز. طب اتفضلوا انا اعمل لكم حفلة علشان ابني توسن مسافر للحجاز، انا عايزكم ايه تيجوا ايه الحفلة ديت. واول ما المماليك جم وبدأت الحفلة قفل عليهم القلعة وتخلص منهم. يبقى محمد علي تخلص من المماليك في مذبحة القلعة، قال لهم ان ابنه توسن رايح للحجاز، رايح للايه؟ للحجاز، عملوا عنده حملة عسكرية للحجاز. تمام؟ وقتل عدد كبير منهم طبعا، والباقيين فرهم، ولكن ابنه ابراهيم باشا تتبعهم وفر الباقي منهم الى السودان. يبقى المماليك محمد علي تخلص منهم من مذبحة القلعة. مين ابنه اللي هو كان عامل حملة على الحجاز؟ كان اسمه توسن، واللي تتبع المماليك اللي هو اسمه ابراهيم بيك، والباقي المماليك فروا الى السودان. يبقى محمد علي تخلص من المماليك بعد مذبحة القلعة. معايا يا ولاد؟ دوت درس محمد علي. عرفنا امتى اصبح والي عام 1805. محمد علي واجهته عدة مشاكل، اولها حملة فريزر 1807، تاني مشكلة الزعامة الشعبية، تالت مشكلة المماليك اللي تخلص منها. وبدأ محمد علي بأن هو أول ما بدأ يتخلص من الزعامة الشعبية والمماليك، بدأ محمد علي سياسة ترسم حكمه لمصر وإدارتها. محمد علي مؤسس مصر الحديثة. محمد علي بالتخلص من المماليك والتخلص من الزعامة الشعبية بدأ يرسم الخط العريض لإقامة مصر الحديثة. جريد 6 إن شاء الله، أشوفكم في الفيديو القادم على الدرس اللي بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.